ينضم إلينا من عمان عبد القادر النايل، باحث سياسي عراقي. أهلا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك. إذن أستاذ عبد القادر، هذه الاشتباكات بين أصحاب القبعات الزرق والتابعين للتيار الصدري وبين المحتجين أجبرت القبعات الزرق للانسحاب من ساحة التحرير في بغداد. السؤال، يعني كل المسؤولين يتحدثون عن السيادة العراقية ودور الأمن والجيش في ذلك، إذن أين دور قوات الأمن فيما يصدر من القبعات الزرق ضد المحتجين؟ هذا يؤكد تماما على أنه لا وجود للدولة، ولذلك يؤكد على حقيقة التظاهرات في العراق الذين يريدون أن تؤسس دولة عبر إسقاط هذه المنظومة. حقيقة الطريقة هي طريقة إيرانية بالفعل، أن تكون دولة في بطن دولة، ما حدث في لبنان من وجود ميليشيات حزب الله، ما يحدث في سوريا من وجود ميليشيات، الآن في العراق تتكرر الحالة بهذا الإطار، وبالتالي فضحت كل الأمور. ما هي الوصف القانوني لهذه الميليشيات؟ ما هو الدور المنوط إليها؟ ولماذا يتم حمايتها من قبل الأجهزة الأمنية؟ يؤكد حقيقة على أنه أخذوبة في كل أجهزة أمنية العراقية كلها منحازة إلى السلطة ضد العراقيين، وبالتالي الشعب العراقي يرفضهم تماما ويريد هيكلة حقيقية عبر أن تكون هناك حكومة وطنية عراقية لن يشارك أحد من 2003، وهذه مطالب أساسية للمتظاهرين عبر إخراج الإيرانيين من العراق بصورة واضحة تماما. لذلك السؤال في مكانه، أن لا وجود لقوات أمنية في العراق، بالتالي القوات الأمنية تخضع لهذه الميليشيات التي تسيطر على الملف السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي في العراق. لذلك رأينا أنه الميليشيات كلها فوق القانون وفوق الجيش وفوق الشرطة، وأصلا هي متكونة منها، لكن هذه الميليشيات تعتبر فوق القانون بالمطلق، لذلك لم نرى هناك أمرا اعتقالا لمن يقتل المواطن. طيب سيد عبد القادر، يعني بعد الانسحاب للقبعات الزرق، هل تتوقعون أن يعودوا إلى ساحة الاحتجاجات، وكيف سيكون شكل هذه العودة؟ هذه العودة عبر نزع القبعات، يعني اليوم متواجدين هو خارج الساحة ومتواجدين داخل الساحة عبر نزع هذه القبعات. الصدر جاءت تغريدته لأن هناك حملة قوية عراقية كشفت المستور عبر القطاعات الزرقاء، وهذه الميليشيات التي قتلت العراقيين في باطل وفجرت الناصرية وحرقت خيام ليلة أمس في ساحة الأمة القريبة من ساحة التحرير. هناك حملة كبيرة للعراقيين بالاستهزاء لموقف الصدر، لذلك هو أراد أن يضلل الرأي العام بهذه القضية وأراد أن يتبرأ من الإجرام الذي فعلوه، لكن هذا حقيقة لن ينقذهم في المطلق. فما عليه الآن هو أن هؤلاء يعودون عبر نزع القبعات خارج ساحة التحرير. اليوم ترى اختطاف عدد من الناشطين، وبالأمس حقيقة ألهم مشاعر العراقيين عندما اعتدوا على طالبات، وتعرف أن قضية المرأة والاعتداء عليها أو ضربها يعني قضية مستفزة للمشاعر، لذلك كان هناك موقفا حادا من الشعب العراقي، بل حتى من الذين ينتمون إلى الخط الصدري. وبالمناسبة فقط للتوضيح، عندما نقول الخط الصدري لا يعني مقتدى الصدر، هم الذين يتبعون أبوه، لذلك كان استنكارا كثيرا ضد هذه المواقف. أشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي العراقي عبد القادر النايل، كنت معنا مباشرة من عمان.